السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا تيجوان؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ فاكرين امبارح خدنا ايه؟ خدنا حرف الخاء. خدنا حرف ايه؟ الخاء، وعرفنا بيتكتب ازاي. بيتكتب ازاي؟ شرطة مستقيمة فوق السطر، وبقول للقلم بتاعي اقف هنا، وهنزل بنصف دائرة كتيرة تحت السطر. طب هسيبه كده يا اصحابي؟ لا، لازم احط له النقطة بتاعته عشان يبقى حرف الخاء. وعرفنا كمان ازاي بنكتبه في نص الكلام. بنكتبه ازاي؟ شرطة مايلة فوق السطر، وبعمل شرطة مستقيمة اكبر منها سنة صغيرة، ومنساش برضو مين؟ النقطة. وعرفنا ازاي يا اصحابي بننطقه ازاي؟ لما نحط عليه فتحة وكسرة وضمة وسكون. بننطقه ازاي؟ بنقول خا خي خو خ. تاني، خا خي خو خ. وعرفنا كمان ان الخاء عنده صحاب كتير، زي مين؟ خروف، خيار، خبز، خوخ، خيمة، خف. عرفنا كل ده امبارح عن حرف الخاء. تيجي بقى بسرعة يا صحابي نشوف كتاب تواصل عايز مننا ايه النهاردة في حرف الخاء. يلا افتحوا كتاب تواصل معايا ويلا بينا. ودلوقتي يا صحابي هنفتح كتاب تواصل بتاعنا ونشوف تواصل عايز مننا ايه النهاردة. يلا ندور على فتحة حرف الخاء. احنا عملنا دي امبارح يا صحابي مع بعض، مش عايزينها النهاردة. يلا بينا نقرا هنا وتشوف عايز مننا ايه. تعالوا كده نقرا يا صحابي، وهنا هنطلب مساعدة مامي معانا عشان تقرا لنا هو عايز مننا ايه. بيقول لي صل الفاكهة والخضروات التي تبدأ بحرف الخاء بمتجر الحروف الحرف. تعالوا كده نشوف ده حرف الخاء وده ايه يا صحابي؟ المتجر بتاعه. المتجر يعني المحل بتاعه او المكان بتاعه يا صحابي. وحطيت لي كده حاجات كتير، يلا بينا نعرف هي ايه. صورة ايه دي يا صحابي؟ ها فكروا كده شوية معايا. برافو عليكم. خص. خص تفتكروا يا صحابي خص هيبقى من صحاب حرف الخاء؟ ايوة برافو علينا، خدناه هنوصله بالمتجر. صورة ايه دي بقى؟ دي فاكهة انا بحبها قوي. ها فكروا. تفاح. تفاح تفتكروا هتبقى صاحبة حرف الخاء؟ لا مش صاحبته ومش هنوصلها. صورة خوخ. خوخ خوخ صاحبة حرف الخاء يا صحابي؟ ايوة وهنوصلها. صورة فراولة. فراولة فراولة دي صاحبة حرف الخاء ومش هنوصلها. صورة ايه دي؟ خيار. خيار صاحب حرف الخاء؟ ايوة وهنوصل. برافو عليكم يا صحابي، شفتوا الموضوع سهل ازاي وما اخدش مننا وقت كتير. يلا بينا نشوف طالب مننا طلب ايه. بصوا بقى تاني طلب طلبه، وهنحتاج برضو مساعدة مامي عشان تقرأ لنا. انطق ولون الصورة.